ولكن في ثالث ثانوي حصلت صدمة للجميع، أنا والعائلة. كنت أتوقع اسمي يكون في قائمة الأوائل على المملكة، وللأسف كان اسمي ما هو موجود في الجريدة ذاك الوقت. فرحت المدرسة بتأكد إذا الاسم سقط سهوا أو شيء، لكن فاجأت أنه الدرجة في الرياضيات صفر. طبعا بالاختبار أنا ما أدري وش اللي صار معي، بالضبط أنا إلى اليوم ما أدري وش اللي صار معي باختبار الرياضيات حق ثالث ثانوي. أنا طالع من الاختبار وأتوقع نفسي من الأوائل، فجأة أخذ صفر. فكانت صدمة كبيرة، وهذا التأثير هذا على تحصيلي في الثانوي أثر برضو في دخولي الجامعة. فأنا كردة فعل هالصدمة اللي صارت حاولت أني أحل المشكلة بنفسي، فقلت بأخذ أي قبول في أي جامعة أو أي كلية تقبلني، وبحاول أني أحسن من تخصصي في الجامعة بالتحويل أو. لكن ضيعت لي تقريبا سنة ونص أو سنتين في دائرة مفرغة، ما تقبلت الكلية اللي أنا انقبلت فيها، وكلية المجتمع كانت، فما ما كانت هي طموحي، وما كانت هي الجامعة اللي أنا كنت أرغب أني أدرس فيها. فبعد سنتين رحت للوالد وقال لي المقولة اللي أثرت فيني من هذاك الوقت، ويمكن هذيك اللحظة كانت هي نقطة الصفر. فجلست أنا والوالد وشرحت له وضعي، وإني ماني متقبل الدراسة في كلية المجتمع ولا راح أقدر أحصل أي شيء. فهو كان الله يطول بعمره عنده هاجس، ما يبغاني أدرس وأتعب على شهادة 4 سنين في النهاية ما أستفيد منها ولا أتوظف فيها. فهو حس بهالشيء هذا أنه هو اللي بيكون، فاقترح علي أني أدخل جامعة الأمير سلطان، كانت جامعة أهلية وقوية هذاك الوقت. فأنا كنت يعني طول فترة تعليمي السابق كانت تعليم أهلي، وما فلحت بالثانوي، فكنت خايف أنه برضو يصرف علي بالجامعة وما أفلح. فقلت له أنا بصراحة يعني خايف أني ما أفلح وصير كلفت عليك وبس. قال لي يا سلمان، أنا لو أصرف عليك مليارات الدنيا وتنجح، تأكد إنها عندي أخف من قارورة هالموية، ولو أعطيك 100 ريال وتفشل، تأكد إنها أثقل علي من جبال الدنيا. فأنا أستثمر في الرجال وأستثمر فيك، وأتمنى استثماري ما يخيب، استثماري هذا ما أرجيله عائد مادي، ما أرجيله إلا إنك تنجح وتشيل نفسك فقط. أنا هذا اللي أبغاه منك. فكانت فعلا مثل ما أقول لك نقطة الصفر، أثرت فيني تأثير عجيب وحفزتني ليل نهار إني أشتغل وأطلب دائما المزيد، دائما أسعى إني آخذ أكثر، أو دائما أسعى إني أنجح أكثر، دائما أسعى إني أبرز. ليش؟ أساس أشوف هالابتسامة على وجه أبوي، وإنه أتأكد إنه الاستثمار حقه فعلا ما خاب.